السلامة، مرحبا بكم الناس كل. اليوم جيناكم بالهاتف سامسونج جالكسي A14 وباش نعلمكم كيفية عمل فورماتاج. كما تشاهدوا قاعدين ندخلوا في الرقم السري أو الرمز شيما أكثر من مرة، لكن لا يمكن فتح الهاتف بهذه الطريقة عند نسيان كلمة المرور. كما تشاهدوا الهاتف تبلوكا، لا يمكن استعمال الهاتف إلا بعد 30 ثانية. ننتظر 30 ثانية حتى عند محاولة إغلاق الهاتف. لا يمكن إغلاق الهاتف إلا عند إدخال الرمز. كما تشاهدوا هذا هو سامسونج جالكسي A14. نحاول نعلمكم طريقة الفورماتاج، طريقة سهلة. نتبعونا كيفاش نعملو. ولا أول طريقة هي الضغط على فتح الهاتف ورفع الصوت وخفض الصوت في نفس الوقت. نحاولوا هذه العملية تخليكم باش تغلقوا الهاتف. لازم نغلقوا الهاتف متاعنا بعد نعملوا طريقة الفورماتاج. ولا نقعدوا ضاغطين بضع من الثواني حتى تكتب كلمة سامسونج على الشاشة. فلا نضغط ضغطة قوية مطولة، ضغطة مطولة من ناحية صبعي من ناحية صوابعي حتى لين الهاتف نتاعنا يتسكر، ثم نضغط على فتح الهاتف ورفع الصوت باش نتمكنوا باش نعملوا فورماتاج نتاعنا. فلا نقعدوا ضاغطين حتى تكتب كلمة سامسونج، ثم نرفع الإصبع من مكان فتح الهاتف، نقعد ضاغط على رفع الصوت حتى تأتي العلامة متاع الفرماتاج كما تشاهدوا على الروبوت سيستم. ولا تمت العملية بنجاح كما قلت لكم. ولا نضغط الآن على خفض الصوت باش نمشي الفاكتوري ريسيت، ثم نضغط على فتح الهاتف أوكي، ثم خفض الصوت، ثم أوكي بمكان فتح الهاتف كما تشاهدوا عمل ريديماراج، ثم نضغط اوكي. تمت العملية بنجاح. ننتظر بعض من الدقائق حتى نتمكن من فسخ جميع البيانات على هذا الهاتف سامسونج جالكسي A14. ولا ننتظر بعض من الدقائق، بين 5 إلى 10 دقائق. ولا كما تشاهدوا تمت العملية بنجاح، قمنا بفسخ جميع البيانات. كما تشاهدوا الهاتف رجع كما تشرى اول مره. يطلب منكم بوضع اللغه وجميع البيانات، بلد نحطوا اكسبت، ثم اوكي. نضع الواي فاي، كل شيء نحطوا جميع البيانات. ولا سيفون سيفون حتى الهاتف نتاعنا يتحل. بالطبع باش يطلب منك ادخال الجيميل اللي ادخلته اول مره، لازم يكون موجود الجيميل والرقم السري، سينو الهاتف ما يتحلكش. راه انت يلزمك تحط الجيميل، هذيك طريقه اخرى باش تولي تحل بها الهاتف. ولا نحطو سيفون سيفون للهاتف نتاعنا يتحل. ولا تمت العمليه بنجاح. ان شاء الله تكون الطريقه عجبتكم. ولا شكرا على المشاهدة، ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل ما جديد. إلى اللقاء.